استقبل وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن بداح المطيري بمكتبه ظهر اليوم سعادة السيدة مطلوبة خان ستاريان وزيرة الثقافة في جمهورية طاجكستان الصديقة. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الثقافية وسبل دعمها وتطويرها، كما تم بحث مسار علاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع بين دولة الكويت وجمهورية طاجكستان الصديقة وسبل تعزيزها وتنميتها والمضي بها قدما نحو آفاق أرحب في المجالات الثقافية بما يحقق المصالح والأهداف المتبادلة. وبعد الاجتماع تم تبادل الدروع التذكارية، وقبل ختام الزيارة رافق وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن بداح المطيري الوزيرة الضيفة والوفد المرافق معها بجولة في متحف وزارة الإعلام والتعرف على تاريخ الوزارة في قطاعات التلفزيون والإذاعة.